لك بالنسبة لواقع التنمو بالنسبة للأقاليم الجنوبية، أنا نتكلم لك على أساس أنني ولد العيون وكنعرف العيون. هو صراحة العيون ديال السبعينات ولا ديال الثمانينات ماشي هي العيون ديال 2020 كما كنقولوا 2018، يعني حنا ماشيين في سميتو من جميع النواحي، يعني لا من ناحيه البنيه التحتيه، لا من ناحيه حتى الساكنه، كاين تغيير حتى في العقليات، كاين يعني كتحس بان كاين خضم كبير بالنسبه لـ يعني لـ يعني بالنسبه للتطور اللي كتعرفوا البنيه التحتيه ولا التطور اللي كتعرفوا يعني الساكنه. مدينه العيون هي دابا من المدن تقريبا اللي نقدر نقول لك اللي كيجي كيتفاجئ. انا صراحه عندي اصدقاء اللي جاوا لا من دول اوروبيه ولا من داخل المغرب، كل شيء كيتفاجئ، كيقول لك العيون مدينه، يعني ملي كتكلم على يعني وكتبقى هي حاضره مدن الجنوب، اضافه للداخله اللي حتى هي كتعرف واحد الضخم كبير بالنسبه للسياحه ولا بالنسبه يعني القاطره التنمويه السياحيه، لا من ناحيه يعني البنيه التحتيه ديالها، لا من ناحيه مثلا القطاع، كي نهضر سيرتو القطاع السياحي ولا القطاع الفلاحي، ملي كتشوف مشاريع اللي هي ضخمه اللي ربما يعني كتضاهي مشاريع لا بالنسبه للدار البيضاء ولا بالنسبه مثلا لطنجة، وهذا ربما كيفرح على اساس انك كتشوف بان كاين يعني هذا زعما التنموي، يعني كاين هذا كاين تطور كبير، وكاين حتى النموذج التنموي اللي كاين، نموذج التنموي نقدر نقول لك اللي غادي بعجاله، وربما نقدر نقول لك كل 10 سنين كتعطينا العيون كتعطينا مدينه جديده. بلا ما نهضر لك على مثلا ليغال غيضا سينيسمون اللي داروا مثلا بالنسبه مثلا للنظافه، اللي ربما يلاه غيداروا في الدار البيضاء ولا في الرباط، ها هما دابا حنا ولينا كنشوفهم في العيون، الا مشيتي قرب لي دعاه ها هما كاينين، مشيتي في شارع مكه ها هما كاينين، يعني وهاد الحاويات هادو ربما مديورين في يعني نموذج اللي مديور في الدول المتقدمه بحال هولندا بحال فرنسا بحال في المانيا، احنا اليوم كنشوفوا نموذج قدامنا في مدينه العين، ولكن اللي ربما خاص يكون يساير هذا يعني النموذج التنموي هو نتمنى التغيير ديال العقليات.